من هو بدر بانون؟ بدر بانون ولد بتاريخ 30 سبتمبر 1993 في الدار البيضاء. هو لاعب كرة قدم دولي مغربي يلعب في مركز الدفاع رفقة فريقه الأهلي المصري. ولد بدر في الدار البيضاء وسرعان ما التحق بالمدرسة التابعة للرجاء البيضاوي نادي الشعب وفريقه المفضل منذ نعومة أظافره، حيث سيعرف نجاحا كبيرا مع مختلف الفئات السنية والعمرية والمنتخب المغربي الأولمبي، فقد كان محظوظا بالتواجد مع جيل من الشباب سيطر على كل منافسات الآمال عفوا على المستوى الوطني. انضم سنة 2012 وفي وقت مبكر من مسيرته الكروية إلى الفريق الأول للرجاء البيضاوي، لكن تزامن انضمامه مع فترة أوج في تاريخ الرجاء سنوات 2012 و2013. هذا العامل جعل بانون يضطر للذهاب على سبيل الإعارة لمجموعة من الأندية بهدف اكتساب المزيد من التجربة في البطولة الوطنية. ولعب بانون في تجربته الثانية كمعار لنهضة بركان، وفي هذا الفريق سيجلب بدر لنفسه الأضواء والأنظار، وبالتالي سيعود بانون لفريقه الأم ولن يواجه صعوبة كبيرة في الاندماج، فقد تمكن بسرعة من الانقضاض على الرسمية متفوقا على زميله المخضرم محمد أولحاج. في موسمه الثاني تحت إشراف المدرب محمد فاخر سينجح دفاع الرجاء على أن يكون ثاني أقوى دفاع بالدوري، وذلك راجع بالأساس إلى الثنائية التي شكلها بدر بانون مع جواد اليانيق. وفي سنة 2017 سيتوج بدر مع نادي النسور الخضر بكأس العرش على حساب الدفاع الحسني الجديدي السنة الموالية، وبعد أن حصل على رسمية لا نقاش فيها في مركز الدفاع، وبعد رحيل عصام الراقي تمكن من أخذ شارة القيادة ليصبح أصغر قائد الرجاء البيضاوي في سن 24 سنة فقط. خلال الديربي بين الرجاء وغريمه الوداد في مباراة الذهاب، وبينما كان اللقاء بين الإخوة الأعداء يسير إلى التعادل بهدف لمثله، نجح بانون في الارتقاء عاليا فوق الجميع وتسجيل هدف حاسم في الدقيقة 88. أما مباراة الإياب فقد عرفت مستوى ضعيف من الرجاء الذي كان منهزما إلى غاية صعود المنقذ بدر بانون الذي أسكن الكرة الشباك مرة أخرى في اللحظات الأخيرة عن رأسية متقنة، لكن القاسم المشترك بين الهدفين تسجيلهما في الدقيقة 88، ولهذا السبب أصبحت جماهير الرجاء تلقب بانون ب88. مع المنتخب شارك بدر بانون ما يقارب 40 مباراة مع مختلف منتخبات الفئات السنية للمنتخب المغربي، فتوج مع المنتخب المغربي الأولمبي وصيفا في دورة طولون الدولية نسخة 2015 وذهبية ألعاب البحر المتوسط وفضية الألعاب الفرانكوفونية للدول الناطقة بالفرنسية. في 2 أكتوبر تمت المناداة على بدر بانون من قبل المدرب الفرنسي هيرفي رونار ليحل محل جواد اليميق، وذلك في ضوء مباراة لحساب تصفيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، حيث شارك أمام المنتخب الغابوني وفي ذلك التاريخ 7 أكتوبر 2017 حين دخل كبديل للمدافع المهدي بن عطية بحلول الدقيقة 81 لتكون بذلك انطلاقته الرسمية مع أسود الأطلس. وبعد أيام قليلة تحديدا في 12 أكتوبر قام الناخب الوطني هيرفي رونار باستدعائه مجددا، لكن هذه المرة للمشاركة في مباراة ودية ضد كوريا الجنوبية والتي أقيمت في سويسرا وفاز فيها المغرب ب3 أهداف لهدف. موازاة مع مشاركته مع المنتخب الأول، شارك بدر بانون مع منتخب المغرب للمحليين في مجموعة من اللقاءات، كما نال شرف أن يكون عميد هذا المنتخب من المدرب جمال السلامي على الرغم من وجود لاعبين بتجربة أكبر. وفي سنة 2018 تأهل منتخب المغرب لبطولة أمم إفريقيا للمحليين على حساب منتخب مصر، ثم تمكن بدر من قيادة النخبة الوطنية للفوز بلقب هذه الدورة التي نظمت بالمغرب، وذلك بعد اكتساح منتخب نيجيريا، وتكلف بانون برفع الكأس من يدي ولي العهد الأمير المولى الحسن. وهذه أمامنا أهم إنجازاته وألقابه مع النوادي، مع المنتخب والألقاب الفردية.